السلام عليكم، مرحبا بكم هاد النهار معنا. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله واحد التشكيله رمضانيه كالعاده. غتشوفوا معايا واحد التشكيلات متنوعين من جليلبات عمليين وديال السهرات. المانكان ديالنا دابا لابسه جليلبه اون ساري دو سوا امبريمي كوبي بطريقه جبليه ديال زمان اللي رجعت بزاف درجه على الموضه في هاد الايام. درنا لها بديعيه اوني باش نهرسو شويه داك لو كوتي مزوق، مخدومه بالمعلم. زدنا لها واحد اللمسه بسيطه ديال الشميرات باش كتعطيها واحد الاناقه زائده. هنا أميمة لابسه معنا كرنيدرا امبريمي موتيف سيربون كي تري تري على مود. دخلنا له اون تيت توش دو كولور ان بو ديتي كوبي كيمونو. هاد الكرنيدرا يمكننا نلبسوها كل نهار بطريقه بسيطه افيك دي باسكيت، كيف ما يمكننا نعملوا لها لي طالون اون تيت بوشيت وترجع كرنيدرا ديال الامسيه. هنا دابا لابسه المانكا معنا جليلبه اون كريب دو سوا اللي خدمتها ديجا السنه الماضيه واللي نالت الاعجاب ديال الزبونات ديالي بالكثره، وعاودوا لي ريفيزيتي لهاد السنه هذه في هاد رمضان. كيف ما كتشوفوا عندنا اون ديكوب او نيفو دي زيبول، دايرين اون بتيت توش دو دونتيل مخدومه بان ليجي بيرلاج لي كي توجور توندونس في هذا الشهر رمضان. الوغ هنا المانكان ديالنا لابسه جليلبه دو بيس كلها برودي بالبوان دو كخوا اللي تري تري توندونس دابا ودارج بزاف على الموضه واللي كيعجبني بزاف تنخدم به. دونك هاد الجليلبه هادي كتبقى جليلبه للعرضه والمناسبات، يعني اللي شويش كالاعياد معودين نفطروا عند العائله ولا عند الاصدقاء، دونك كتجي ان بتي بو ابيي بالنسبه للجليبات الاخرين.